السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء متابعي قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جميلة جدا من الإيردروبات، هنبتدي بس براوند وان. أو قبل ما نبتدي بالإيردروب ده ممكن نوريكم العملات اللي وصلتنا النهاردة. النهاردة وصلني عملتين، عملة ريفكس أو عملة ريفليكس في إيردروب لسه كان من فترة طويلة، تقريبا كان شهرين تقريبا، وعملة أورانج دي وصلني منها 100 قطعة. دخلت انا المفروض انا كان معايا رصيد 1000 قطعة، كلمت التليجرام قالوا ان هم هبعتوا 100 قطعة لكل الناس اللي انضمت في البوت تليجرام، والباقي هيتبعت بعد دلوقتي. سيبنا اعمل فيديو برضو جديد بيه. نخش على اول دروم معانا، احنا فريق صاحب راوند 1 ده راوند 2. بيطور شبيه الاير راوند وان، بيبتدي معاك بستارت، بتدخل له المحفظة أول حاجة، بعد كده بتدخل المحفظة معاك التلات مهام دول، تنضمهم أول حاجة انضمهم لجروب تجرام أول وتاني، وتحط له اليوزر، بعد كده فولو على الفيس وتحط له اليوزر بتاع الفيس، بعد كده هنا فولو على تويتر وتحط له اليوزر بتاع تويتر اللي انت مستعمله، وبعد كده بيديك رابط الإحالة بتاعك وبيقول لك الرصيد بتاعك 40 قطعة مع عملة أوبي، وبيديك على كل إحالة تقريبا 10 قطع او حاجه زي كده. تمام، نبص نشوف بيدي على الحلقات، هو مش موضح هنا الحلقه قد ايه. تمام، نخش بعد كده على اير دروب اللي بعده. انا كنت شرحت بس هما التليجرام بعتبر ما فيهوش مهام. اير دروب بيفتح معاك بالشكل ده، بتدوس على كلمه ستارت تاسك. تمام، بيطلب منك ان تنضم للجروب تليجرام ده، بعد كده بيديك رابط الاحالة بتاعك، وبيطلب منك تسجل في المحفظة دي. تمام، بس هو لغاية دلوقتي مش موضح ازاي تحط المحفظة نفسها بتاعت البوت، محفظة الويف دروب عامة او دروب ويف دروب انا واثق منه، بس هو مش موضح ازاي نحط المحفظه بتاعتنا. انا عموما هسيبه الناس تسجل، هو في الاطار ما فيهوش مهام كتير، كل المطلوب من دوام لجروب تيجرام. ولما دوست هنا بروفايل موضح ليش ايه اللي مطلوب بالظبط. تمام، بس هو بيقول لي ماست اطلس، يعني بيقول لي لازم اجيب حالات على خمس، على الاقل 5 احالات، يعني انت المفروض تسجل وحاول تروج رابط الاحاله بتاعك. هو العمله دي مهمه على العموم وسعرها كويس جدا، سعر القطعه 50 دولار او القطعه الواحده 10 دولار، انا اسف، فحاول تسجل وتروج رابط الاحلى بتاعك فيها. نخش بعد كده على الاردوب اللي بعده، ده انا كنت شرحته كذا مره، ده مهم بس انا شايف الناس مش متابعاه كويس. بتسجل اول جزئيه فيه في الموقع، موقع اسمه ماي بيل كاش. تمام، دي اول جزئيه. تاني حاجه بعد ما بتسجل طبعا فعل من الايميل، نشتغل على البوت تليجرام بتاعه اللي في الاردوب. الاير دروب نفسه سهل، اول ما بيبتدي معاك بيبتدي معاك بكباشه بالشكل ده، مساله حسابيه، بتدوس كونتينيو وبعد كده بتحط الاجابه بتاعتك. تمام، بعد كده جرام، بعد كده فولو على تويتر، بعد كده بيطلب منك الايميل ومحفظه الاثيريوم والد بتاعتك، وبعد كده بتلاقي مديك رابط الاحاله بتاعك. هو بيديك 3 قطع من عمله بيل، وبيديك على كل احاله حوالي 4 مليون ساتوشي او 40 مليون ساتوشي من عمله بيل عن كل احاله. نخش على الاير دروب اللي بعده. وانا متاكد من الدروب نفسه عن طريق الموقع الاساسي بتاع العمله، فباذن الله فيها مكسب كويس مضمون 100%. اول حاجه بيفتح معانا بكلمه ستارت، وبعد كده الدروب تاسك بتجيبها من تحت. اول مهمه معاك انضمام لجروب تيجرام اول وتاني، بعد كده هنا فولو على تويتر، بعد كده بتملى الفورم ده، الفورم ده بتملى فورم خارجي بالبيانات اللي انت هتدخلها هنا اهو. تمام، هنيجي بعد كده نحط الاثباتات بتاعتنا. بدايه من انت بتدوس على كلمة سيريوم مولت، انت كده كده هتحط الاثباتات في الفورم هنا، وفي نفس الوقت هتدوس جيبها برضو اثباتين، هما اثباتين هنا المحفظة والايميل عشان يبقوا متطابقين للاردروب مع الفورم. هنحط هنا المحفظة وبعد كده ندوس ايميل ادرس ونحط الايميل بتاعنا وتتابع الرصيد بتاعك. بيديك 50000 قطعة من عملة اي بي اس، العملة موجودة على كوين ماركت كاب، وعلى كل حالة بيديك 10000. فحاولوا تسجلوا فيه وتروجوا له الاردروب سواء في
في اي جروب، سواء جروب تليجرام، جروب على الفيس، على تويتر وهكذا. خش على اللي بعده. الاير دروب ده برضو مكون من جزئيتين. اول جزئية هنسجل في منصة هايدكس، دي اول جزئية. بعد ما هتسجل المطلوب منك هتخش هنا على يوزر سنتر، ده رقم اليو اي دي بتاعك بتنسخه، وهنفتح مع بعض الاردروب. الاردروب ده تابع لمجموعة يوبونتي زي ما تعودنا. هنخش على بيرسونال سنتر، بتضيف هنا رقم اليو اي دي بتاعك. يبقى رقم الاي دي هجيبه من المنصة، من يوزر سنتر، اخده احطه في بيرسونال سنتر. اخش على اول حاجة المحفظة، اعمل له اضافة زي ما عامل كده. بعد كده نخش على اكونت بيندنج، اربط الحسابات بتاعتي. خلصنا، ارجع الايفنت هوم بيج. معانا مهمتين، انضمام لجروب تليجرام، بخش هنا ادي الجروب تليجرام بيبقى تحت، بنضم له. وانا كده كده عامل لينك او بيندنج مع الدروب، فهو كده هيعرف المهمة. بس هنا في اضافة زيادة، ايه هي؟ ان انت انضميت لجروب تليجرام ده، غير انت انضميت له هتنسخ بالشكل ده البوت تليجرام، او تاخده كوبي مفيش مشاكل ايا كان. هيفتح معاك البوت بالشكل ده، هيطلب منك رقم اليو اي دي بتاعك، رقم الاي دي اللي هو على المنصة، تمام. هتاخد رقم الاي دي هتحطه جوه ايه البوت تليجرام هنا اهو، تمام. هيقول لك سانكس، وبعد كده خلاص بس يعتبر هو كده دروب. تأكيد بس تربط رقم الاي دي بجروب تليجرام ده. ده كده انت عملت اول نقطة، يبقى انضميت لجروب تليجرام اللي هو من هنا، وحطيت هنا رقم اليو اي دي بتاعك جوه البوت. نرجع تاني، هنخش على المهمة بتاعت تويتر. الجروب بتاعهم او الصفحة بتاعتهم على تويتر، وتعمل هنا ريفرش. هو بعد 24 ساعة بينزل لك رصيد في الحساب بتاعك. نخش على اللي بعده. شرحت من فترة طويلة ده موقع اسمه كوكر، وليه عملة خاصة بيه اسمها ايك. تقدر تجمع، انا مجمع من مجمع تاني يعني، بمعنى موجودة فيه. انت دايما بتسجل وتحاول تفعل الوثائق بتاعتك دي، فيها كل حاجة فيهم بتعملها، فيها حساب او رصيد. وبتيجي هنا بعد كلمة اوفر فيو بتدخل محفظتك، ومن هنا الكي واي اس بتفعل الحساب بتاعك، تمام. وبعد كده معانا خلصت انت الكلام ده كله، تيجي هنا على السوشيال وتربط حسابات الموقع التواصل الاجتماعي بتاعك، سواء في تويتر، جوجل، ريديت وهكذا. خلاص ربطت المواقع دي كلها، تيجي هنا على كلمة اير دروب. تمام، نظبط بس صفحة تحمل. معاك اير دروبات كتير، هو مديها لك كده. اير دروب خلاص، انا مخلصه بجميع مهامه وخدت الحساب بتاعه، وبيديك كل اير دروب والسعر بتاعه، فشوف انت اللي يناسبك واشتغل عليه. هتلاقي في منها اير دروبات انت كنت شغال عليها بالفعل، زي هيت ماكس وبي تي سي ماكس، ده لا ده ما اشتغلناش عليه. فهتلاقي اير دروبات انت كده كنت عاملها، هتعمل بس تفعيل المهام اللي انت ايه اشتغلتها، تمام، وهتاخد رصيد عليها. خش على اير دروب اللي بعده. اير دروب جديد اسمه بيس اير دروب. الدروب بيفتح معانا بالشكل ده، ادي ستارت، تمام. بعد كده نخش على كلمة الواي تاسك، المهام بتاعتنا هي مهام يوم اول وتاني. بعد كده هنا فولو على تويتر، وهنا لايك وريتويت للبوست ده، والبوست اللايك وريتويت الريتويت هيكون مع كومنت، تمام. وبعد كده هنا فولو على الفيس وفولو على الفيس. نيجي للاسباب بتاعتنا، اول حاجة يوزر التليجرام، بعد كده يوزر التويتر اللي انا استعملته، بعد كده لينك البداية اللي انا عملتها بالكومنت، بعد كده لينك البروفايل فيس، يوزر موقع ميدم، بعد كده الايميل بتاعي، محفظة الايثيريوم والت، تمام. وبيديني 125 قطعة من عمر البي سي تي، والاحالات نشوف كده، انا عارفين نشوف الدنيا على الاحالات قد ايه، او مش موضع بيدي على الاحالات قد ايه، ممكن نشوف من فوق. بيدي على الاحالة 25 قطعة، يعني تقريبا حوالي دولار ونص او 2 دولار. نخش بعد كده اللي بعده، وده انا بفكركم بيه، فاضل 11 يوم وينتهي. المطلوب مننا كم مهمة، 6 مهام تقريبا. اول حاجة انضمام لصفحة الجروب بتاعهم على موقع ديسكارد، هنا ضربة الحالة بتاعك بتروج له، ده زيارة على الفيس، فولو على الفيس، وكونكت فيس،
هنا فيزيت الكارت كوين ويب سايت، بتزور الصفحة بتاعتهم وتحط الايميل بتاعك. هنا بتحط رقم محفظة بتاعتك اللي انت هتستعملها، وبعد كده لما المهام دي كلها تخلص بتلاقي بيفتح لك قبل الدروب ما ياخد تخلص المهام كلها، وقبل الاير دروب بيفتح لك اخر خانة بحيث انت تقدر تدوس على كلمة اول تاسك. ده برنامج اسمه اي بي اي لاكي اي لوب، ده بيدينا عملة، العملة دي اسمها SCH. تمام، العملة دي موجودة على كون ماركت كاب، ونقدر نجمع منها كمية حلوة عن طريق البرنامج. البرنامج بيدينا عبارة عن الشكل ده، تمام، اللي هي السبيند او الدورية دي، بندوس عليها ليك مرة في اليوم كل 24 ساعة بتدوس عليها وانت وحظك من عملة CSH. تمام، تقدر تجمع منها، وبيديك والاحالات برضو بتزودك رصيد. مبدئيا انت لما بتسجل وعن طريق كود الاحالة، هتلاقيني سايب لك كود، الكود ده في التسجيل، انت بتيجي تسجل هو بتلاقي جايب لك في الاول كلمه ريجستريشن، يعني انت لو مسجل جديد بتحط الايميل والرقم موبايلك والباسورد، بس الباسورد لازم يكون مركب اللي هو حروف كابيتال وسمول واي علامه من العلامات وارقام. تمام، وفي اخر خانه بتلاقي موجود فيها في التسجيل كود الاحاله، بتدخل الكود وبيظهر لك رصيد باذن الله. ده غير ان انت ليك مره كل 24 ساعه بتدوس على كلمه سبين، بيديك رصيد عليها. مبدئيا يعني الدروب ده مضمون، او البونص من البرنامج ده مضمون باذن الله. تمام، نخش على اللي بعده. ده موقع اسمه بروس سيك. انت بتبتدي على ما افتحش معاك على صفحه التسجيل على طول، هندوس على ستارت ايرنج توكنز. تمام، بعد الدخول هيفتح معاك بالشكل ده. المطلوب منك الاتي: انت خلاص سجلت، هتيجي على كلمة تليجرام اير دروب. عايزين نركز مع بعض هنا، فين انا هبسيب لك اهو. تمام، هبسيب لك الجروب ده اللي هو اسمه برو 6. هتخش عليه على الجروب، نفتحه كده مع بعض. تمام، ادي الجروب. اجي ادور هنا على حاجة اسمها كود في الرسائل اللي موجودة. كود 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 تمام، ده الكود بتاع النهاردة، بتاريخ النهاردة. تمام، اخد الكود ده انسخه احطه في الخانة دي. انا ممكن احط لك كود بتاع تاريخ النهاردة، بس انا مش عاوز اعمل لخبطة للناس. انا هسيب لك يفضل الجروب نفسه، عشان لو الناس سجلت بكرة تخش تجيب الكود ده متغير، يعني كل يوم بيتغير. هتلاقي مثلا الادمن بتاع الجروب كل يوم بيحط لك حاجة اسمها كود كذا، وحاطط الكود زي الرسالة دي، هو ده الأدمن اللي حاططها. تليجرام كود بتاع النهاردة، وحاطط لك جنبها تاريخ اليوم 4 مثلا 1/20/20. أنت تاخد الكود ده وتحطه هنا أهو. تمام، وتدوس سبمت، وكل يوم تخش بتاخد رصيد عليه، تاخد 20 قطعة. تمام، وبتاخد رصيد من الإحالات بتاعتك. بتدوس هنا على كلمة جنريتر إيه لينك، وبيديك رابط إحالة، وبتروج لرابط الإحالة ده. تمام، نخش على كده على اللي بعده. ده دروب اسمه جون كوين. لا ما سختش الرابط. تمام، ادي الدروب. الدروب المفروض ان هو بيدينا 40 دولار او 140 قطعة من عملة جي كوين، اكسر بتاعها جي. الدروب بيفتح معنا بالشكل ده، هدوس على كلمة جون دروب. المهام المطلوبة: أول حاجة انضمام لجروب تيجرام أول وتاني، هنا فولو على تويتر، وأول بوست هتعمله لايك روتويت مع 3 تاج من الأصدقاء. تمام، نيجي بعد كده هنعمل سبسكرايب على اليوتيوب، بعد كده المهام الإضافية، فولو على لينكد إن، فولو على ميدم. تمام، ننزل بعد كده هتلاقي كلمة سبميت، هندوس عليها من الجزئية دي. الإثباتات بتاعتنا: أول حاجة يوزر التليجرام، بعد كده لينك بروفايل تويتر، بعد كده بيطلب الإيميل بتاعك. بس انا دي غلطه، انا غلطه احط له اللينك، احط له الايميل بتاع القناه بتاعتك اللي هو ايميل الجيميل، يعني دي انا ممكن اعدلها بعد كده. تمام، بعد كده هنا بياكد عليك، يعني بالنسبه للثلاث مهام دولت مش لازم تعملهم، هو بيقول لك انت عملتهم اللي هو لينكد ان وميدم وريدت. انت قلت له اه دون، خد بالك بقى من الجزئيه دي، هنا مش هتلاقي دوس انت على كلمه دون، لا هو بيقول لك ايه، انت عملت الثلاث مهام دولت او لينكد ان وميدم وريدت، هيقول لك كوبي اللي هو كلمة تايب دان اوكي او تايب سكيب. لو انت عملتهم ايه، تاخد دان دي كده كوبي بالشكل ده وتحطها
وانتر، تمام؟ هتظهر معاك هنا اهو، مجرد ما تكتب له كلمة دن هينقلك للمهمة اللي بعديها. هيقول لك هات لي رقم محفظة عملة ويف، ومديك اهو رابط المنصة او محفظة ويف عشان لو انت مش مسجل فيها، وتحط له ايه رقم المحفظة، بيسيبها. وبعد كده بيقول لك رصيدك 140 قطعة، وبيديك رابط الإحالة بتاعك. خش على الدروب اللي بعده. الايردروب ده اسمه تيب كوين. الايردروب بيوزع قد ايه؟ بيوزع كبونص على الكل حوالي 1,000,000 قطعة من عملة تايب، وعلى كل شخص هو يوزع لأول 1,000 مشترك، تمام. الايردروب ده هينتهي يوم 24 يناير، فنحاول ننجز فيه عشان هو مرتبط برضو بعدد. أول حاجة هنحط الإيميل، بعد كده طالب منك إن أنت تعمله سبسكرايب على القناتين دولت، وتحط لينك البروفايل بتاع القناة بتاعتك، تمام. بعد كده طالب منك هنا انتر يور تايب ادرس ايكون، تمام. هنا العمله دي لها محفظه خاصه بيها، فانت هتنزل المحفظه سواء من على او هنا مديك ايه، تمام. هنا مديك جوجل بلاي وايه واللي هو ايه ستور بتاع ابل اللي هو الايفون والاندرويد، يعني هتشوف انت هتنزل محفظه انهي حاجه فيهم وتحط له المحفظه بتاعتك هنا. نيجي بعد كده بقيه المهام، هنا فولو على تويتر وهنا فولو على تويتر، وتحط له اليوزر. بعد كده هنا طالب منك انضمام لاتنين جروب تليجرام، وتحط له اليوزر. بعد كده هنا فولو على موقع بابلش 0x، ده جروب او بلوج كده، تعمل له فولو على الصفحه بتاعتهم، ولو انت مش مشترك فيك متشترك فيك عن طريق الفيس سهل او في الاشتراك فيه. وتحط هنا طالب منك ايه فولو كذا اند انتر، نشوف المطلوب هنا انتر ماشي. يبقى هنا طالب مني بعد ما اعمل له فولو على البلوج ده احط له اليوزر بتاعي في البلوج، تمام. بعد كده بالنسبه لستيم، ستيم ده موقع عامل برضو زي يعني حاجه زي تويتر كده، بس في ميزه الناس لو ما تعرفوش ممكن تكسب منه برضو. ستيم، ستيم ده موقع يعني عامل زي بلوج، وفي نفس الوقت بيجي لك ايه عملات بالنسبه للناس اللي بتنشر فيهم دوانه، بيجي لك منه فلوس. ستيم ممكن ستيم عن طريق الفيس برضو او تويتر، ما فيش اي مشكله. وتحط اليوزر اللي انت عملت بيه ايه فولو، واليوزر هنا اليوزر بتاع تويتر، يبقى الحالة بتاعتك هنا حالة تويتر، تمام، مش اليوزر بتاع تليجرام. مبدئيا هنسجل في المنصة دي، اسم المنصة بيت فانتوم، دي اسم المنصة بتاعتنا. تسجيل فيها سهل، ايميل باسورد باسورد، بتلاقي هنا كود الحالة بتسيبه وبتحل ايه تدوس موافق وتدوس ساين اب، بيجيلك رسالة تفعيل على الايميل بتفعل. دي كده اول جزئية معانا. الجزئية التانية دي العملة اللي احنا هناخدها اللي هي عملة ميستيك، هناخدها على منصة فانتوم. الايردروب بيطلب اول حاجة الايميل اللي انت مسجل بيه في المنصة، بعد كده تنضم لجروب تليجرام وتحط اليوزر بتاعك. هت كرييت اكونت، بيقول لك انت الاكونت بتاعك على منصة فانتوم، هتحط الايميل اللي انت سجلت بيه، تمام. بعد كده هنا فولو على لينكد ان وتحط اليوزر بتاعك، هنا فولو على الفيس، وهنا تحط سكرين شوت اللي يثبت ان انت عملت ايه فولو للصفحه بتاعتهم على الفيس. بعد كده هنا فولو على تويتر، بس هتحط اليوزر بتاعك. وبعد كده هنا انضمام لجروب تيجرام تاني ونحط اليوزر، تاني انضمام لجروب تيجرام ونحط اليوزر، انضمام لجروب تيجرام ونحط اليوزر. هنا ده موقع كوين جاكو، ده موقع اللي هو بيعرفك بالعملات، عامل زي كوين ماركت كاب بس يعتبر اوسع منه شويه، ان هو بيدخل لك عملات ممكن ما تلاقيهاش في كوين ماركت كاب بس نازله في بعض المنصات، تمام. نفتح كده اوريك هو ايه المطلوب. بيقول لك جيف مي ستار، يعني انت تديني نجمه في موقع كوين كاجو. احنا هنخش على كوين كاجو كده. مبدئيا لازم تكون مسجل في موقع كوين كاش، ممكن تسجل فيه برضه عن طريق الفيس او اي موقع او طريق جوجل، تمام. فالمهم هيبقى ظاهر ايه اليوزر بتاعك بالشكل ده. هو بيقول لك اديني ستار، الستار من هنا بتاخد من فين؟ ده كده صفحة العملة، نشوف الستار هنا بتاخد ازاي. اهي تمام، اجي هنا ادوس له ستار، اوكي، قوم جاي رافع صورة، اخد سكرين شوت للصورة هنا كده او الجزئية بعد ما قطعت العملة اللون الاصفر، سكرين شوت للصفحة، واجي ارفع السكرين شوت بتاعي هنا، تمام. خش على الدروب اللي بعده. دي عملة اسمها تيش كوين، ده راوند 2 منها. الاير دروب هيوزع 500 قطعة من العملة.
مديك هنا العقد الذكي بتاع العمر لو انت حابب تطلع عليه. القطعة بيقول لك الميت قطعة بتساوي 1 دولار، هو هيدينا قد ايه بالظبط في فير؟ هو هيدينا 500، وعلى كل حالة 100 قطعة. تمام، التوتال سبلاي بتاعها دي معلومات كلها عن العملة. فخلينا ننزل على ايه الشغل بقى. هنا الايميل، هنا هنضم لجروب تيجرام اول وتاني، ونعلم هنا وهنا، ونحط اليوزر بتاعنا. تمام، بعد كده محفظة الاسر المولد نحطها، بعد كده سبسكرايب على اليوتيوب ونحط هنا القناة بتاعتنا الشانل بروفايل بتاعها، بعد كده هنا فولو على تويتر ونحط اليوزر. بعد كده طالب منك طلبين، ان انت الصفحة بتاعتهم على تويتر هتعمل تيجي الاول بوست، هتعمل ريتويت وتحط 5 اجمل اصدقاء. تمام، ونيجي نحط لينك بروفايل لينك ريتويت تاني اهو. بعد كده انتر يور تويتر ريتويت لينك. تمام، هتعمل ريتويت تانية في الصفحة بتاعتهم بكومنت بس بدون تاج، وتحط اللينك بتاعها هنا اهو. وبعد كده انا احط ايه يوزر صاحب الحالة، فاستأذنك هتحط اليوزر الخاص بيه هنا اهو. تمام، نيجي بقى لاخر حاجة معانا، ده موقع زي فوست كده بس بإذن الله مضمون كاش اوت، موقع تسجيل فيه سهل مفيش اي مشكلة. ده الموقع بعد ما يفتح معاك. عامة الموقع لما بيجي يفتح معاك كل مرة بيطلع لك زي اعلان كده، بتلاقي بيعد عداد وبتدوس له، بعد كده بعد ما يخلص اعلان داشبورد وتخش على الصفحة بتاعتك. المكسب بتاعنا من هنا ان هو الموقع ده بإذن الله مضمون. في حاجتين، ان هو بيديك حاجة اسمها شورت لينك وبتحط عليه اعلانات، مش ده اللي احنا عاوزينه. احنا اللي عاوزين الفوست، منزل عملات كويسة مبدئيا، منزل لك من عملة زوركس، او يعني كل واحدة من دول بتعملها مرة كل 24 ساعة. هنيجي مثلا معانا عملة زورك، 1 2 3 4 5، 5 مرات كل ليك في اليوم الواحد 5 مرات تخش تعمل فوست على عملة زورك. والليتكوين ليك هنا مرة، والإثيريوم هنا مرة، والدوكوين والباينانس بيديك من عملة بي ام بي، عملة مشهورة فعلا. تمام، هجرب لكم واحدة مع بعض، كلهم فكرتهم واحدة. هدوس مثلا فيو ادز، هيعدي معايا 20 ثانية، هننتظرها. تمام، خلص كده، بيدينا مسألة حسابية عشان يتأكد ان هو 0 زائد 2 كام، يعني 2. تمام، خلاص كده بيقول انت خدت البونص، ويرجع بيا لصفحة الإعلانات تاني. تمام، انا كده ايه عملتها مرة، كمان 24 ساعة اقدر اخش واعمل القصة دي. هتشوف الرصيد بتاعك هنا من الداشبورد. تمام، ادي الرصيد بتاعي ظاهر هنا اهو، وادي رابط الاحالة تقدر تروج له. في شغل تاني اكتشفه انت مع نفسك، هنا ستاكس ممكن تعمل ستاك للعملة بتاعتك، هنا الاندينج، هنا ده الاحالات، دي المحفظة بتاعتي عشان ابعت الرصيد واستقبله، حملة دعاية، ان انت ممكن تحط انت ممكن تجمع عملات برضو وتعمل بحملة دعاية لنفسك. يعني مثلا عندك موقع او حاجة عايز تحب حملة دعاية، تستغل الفلوس اللي انت عملتها جوه الموقع كعملات، ممكن تشتغل بالطريقة دي مفيش مشكلة. شوف انت عايز تكسب منه ازاي، بس بإذن الله الموقع ده كويس. ده كده كان اخر حاجة معانا النهاردة، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.